أين نأخذ عقيدتنا؟ في القرآن والسنة. أين الله؟ في السماء على العرش. ما الدليل من القرآن على أن الله على العرش؟ الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ على وارتفع. لماذا خلق الله الجن والإنس؟ لعبادته وحده لا شريك له. ما الدليل من القرآن على أن الله خلق الجن والإنس لعبادته؟ وما خلقت الجن والإنس إلا لعبدون. ما معنى يعبدون؟ يوحدون. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود إلا الله. ما أعظم عبادة؟ التوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة. ما أعظم معصية؟ الشرك. ما هو الشرك؟ عبادة غير الله مع الله. كم أقسام التوحيد؟ ثلاثة. ما هي أقسام التوحيد؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ما تعريف الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله. مثل؟ الخلق والرزق. ما تعريف الألوهية؟ إفراد الله بأفعال العباد. مثل؟ الدعاء والذبح والزهود. هل لله أسماء وصفات؟ نعم. من أين نأخذ أسماء الله وصفاته؟ من القرآن والسنة. هل تشبه صفات الله صفاتنا؟ لا. ما الدليل من القرآن على أن صفات الله لا تشبه صفاتنا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القرآن كلام من؟ الله. منزل أو مخلوق؟ منزل. وهو كلامه حقيقة بحرف وصف. هو محمد نوح. عبد الله نوح عبد المطلب نوح هاشم نوح عبد مناف نوح قصي. برافو، أحسنتي.